ده جاي لك من ناقد فن. ايوه انا بخاف يا بوسي، بخاف يا بوسي. لا والله ده كويس. ايه بيقول لك افلامك الاخيره كلها 100 فل. الحمد لله. ابعدي بقى عن جبر الخواطر للمخرجين الصغيرين. انحني انحني لهذا الناقد لانه معاه حق. انا جبرت بالخواطر كتير قوي، وانا جاملت كتير قوي، وانا برضو اخترت غلط كتير قوي. بس تعرف حضرتك كان لازم اغلط او يكون في وقفات في حياتي الفنيه عشان اعرف الصح من الغلط. ما كنتش عارف. مش تبرير ليا، رغم ان انا ما بعتبرش اي عمل فاشل او وحش، بالعكس كله مرحله في حياه شريهان وكله نسج في تكوين شريهان، لكن اكيد في خطوه اقل من خطوه او عمل افضل من عمل. انا جبرت بخواطر كتير واتأذيت من هذه المجاملات كتيره جدا. طبعا حضرتك تقصد جبر خواطر في بعض الاعمال، ان انا قبلت اعمال مش فيلم جبر الخواطر، لان انا بحترم هذا الفيلم جدا وبحبه جدا، وهو خطوه في حياتي، وانا منتظره انه جميع النقاد وجميع المتفرجين يتفرجوا عليه ويقولوا لي رايهم، لان انا بعشق هذا العمل اللي هو كان اخر اعمال المرحوم عاطف الطيب. بس هو للاسف طلع ابن يتيم، بمعنى انه كان اخر عمل لعاطف الطيب، لكن للاسف ما خلص اخر لمسات، يعني خلص المونتاج الاولي والتاني، انما المكساج او المزيكا التصويريه ما لحقهاش. انما برضو كل بصمات عاطف الطيب موجوده فيه. وانا بقول ده ليه يا بوسي؟ لانه بعض البشر كتبوا وقالوا، وبعض الفنانات اللي تعاملوا معايا في هذا الفيلم انا حزنت وزعلت جدا منهم لانهم ظلموني وقالوا ان انا اللي منتجت الفيلم. وبالتحديد انا بوضح عشان ما اظلمش واقول باقي ولا بعض الفنانات، هي السيده او مدام فريده صفي النصر، هي صديقه غاليه وانا بحترمها جدا كفنانه، انما ظلمتني وقالت ان انا اللي منتجت الفيلم. ابدا، انا عمري في حياتي ما 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 ما, ما تعديت حدودي، وعمري في حياتي ما اخذت عمل هو مش عملي. انا مش مونتيره ولا اصلح اني اكون مونتيره، لان ده عمل كبير وله ناسه البروفيشنال او المتخصصين في هذا العمل. انا ما قعدتش ابدا على مونتاج لا جبر الخواطر ولا غيره. ممكن لو في مخرج يعني اولا متواجد وموجود يبقى لي راي، اتفرج على الله حلو قوي يا ريت والنبي يسيب لي النظره دي، انما ما امنتش دور فنانه في حياتي. ويوجد المونتير لهذا الفيلم او للفيلم نفسه يسأل أستاذ أحمد متولي إذا شريهان تدخلت في شيل شوت أو وضع شوت لأي ممثل، لم يحدث. بل عايز أقولك أن دور مدام فريدة سيفي النصر موجود في السيناريو، والفيلم موجود مكتوب اللي صورته وموجود العمل، ولا شوت رياكشن ليها متشال.